وحان وقته. انا بجيب لك بارد دقيقة. راعي الذهب غشني في خاتم دقيق المقاس اعطيته ذهب. ترى حطيت لك كاتشب مايونيز فيها. حلو. انت بلا يريق. يضل فيسك. بسنافي. اكل اكل، لا تاكل وانت تاكل وانت واقف، روح اقعد هناك واكل. ايش من علومك؟ ها؟ ايش من علومك يا سنافي؟ اقعد ما ادري شو تقول بس اقعد. تعال جاي. يلا بسوي لي برجر، ما تبي اسوي لي؟ ولا خذيت برجرتك وتبي تسحب علي؟ لا ما عليه.
عشان مسوي لك برجر يعني تروح خلاص اسحب علي؟ ترى عشان طيحتك امس اعطيتك برجر يعني، ولا ترى لو ما طيحتك ماني معطيك برجر. الله يجعلها فيني ما هي فيك يا ابو ضحيه. جا يا عاد يوميا تخبطني خبط نمحق ما جاني شيء، ويوم اني دفيتك دفه بسيطه يا عمري يا طيب الموت يا عمري. البسيطه البسيطه ما عليه، تعيش وتاكل غيرها يا ابو ضحيه ما عليه. اي والله الحمد لله، ترى ذي نعمه من الله سبحانه. طلعتك برا القريه، رحت المستشفى، رحت تشوف الحياه، ورحت تشوف شفت اني كسبت فيك اجر يا اخوي. الوقت ذا تسوي خير تحصل شر. والله ما ادري هو اجر ولا غيره. والله عاد انت مشها باللي هي ابو ضحيه، ما خلي الليله خلي الليله تمشي. لو انك ما جاتك الرضه اللي في رجلك ذي كان ما قمت اول البث، صح؟ يا اخوي انا ادور الخير بس العالم. هذا وش ذنبنا لا صار منطقنا فصيح وقلوبنا ما كل من جاها قلط، حنا نحب الصدق ونقول الصحيح والمشكلة في الناس تفهمنا غلط. يا سلام أنا أدور لك الزين يا أبو ضحيان وأنت تحسب إني أرحب. أرحب يا أبو محمد. أرحب يا حصان الله طليب. إيش تبي بس؟ تبي برجر؟ إيش تبي أسوي لك؟ جالك سؤال. وش تبي؟ علمني علمني. جالك سؤال. أنت تامر، أنت تدلل. أنت وش تبي؟ علمني بس. الله يجزيك ما دامك بسؤال. والله العظيم إني صاد. جالك سؤال الله يرحم والديك. تبيني أكسرك مثل نفس ما كسرت الرجال. يا بسم الله عليك أبو ضحية. شخصيتنا اللي طلعناها أمس تحت البث ليش ما نطلعها هنا؟ وأنا أقدر. ليش ما طلعت شخصيتك انت ولا انا هي طالعه ما يحتاج انت ليش ما طلعتها؟ والله ما ادري ليه يا ابو سو. ما عليه ما عليه الامور يسره يسره في الحجاجك اللي شفت المحتشمه لفت يمين ولا يسار جا في علوم علي نذر. لا تكون عندك الرهبه. ها؟ لا تكون عندك الرهبه. ما هي برهبه وانا اخوك. ها والله ما ادري وش والله اني قلتها بطبخ قبل لا البس ثوبي لكنها ما لها اوزان يا رجال. انا من النوع اللي ما احب اذا لبست اوسخ ثوبي. تدري مره من المرات والله العظيم انكبت ربع قهوه على الثوب، رحت وفسخت الثوب ولبست ثوب ثاني ما ارتحت لين تروشت وغيرت الملابس كلها. مره من المرات ترى علي ترى تخمني انا والله تخمني. مسوي نظيف؟ لا تخمني وسوسه بعض الاحيان. هذه ما يبغى وسوسه، هذه سخنه. ها؟ هذه سخنه. سخنه؟ سخنه والله في راسك. اي والله. وراعي الذهب غشني في ختم دقيق المقاس، أعطيته ذهب حميري وأعطني بداله نحاس، رجعته على صيغه بدل به جواهر وماس. والله اني ضيعت الباقي. تكفيك ذي ولا ازودك؟ اسوي لك ثانية؟ لا باقي. صدق والله. أنا باقي ما كملت نصها. أنا النفس يا دوبها. ها؟ يا دوبها النفس. والله. بس أدري كم وزني يوم رحت؟ كم؟
اذكر اخر مره وزني كان 53. اوه توقع يوم رحت لهم كم؟ كم؟ توقع انت كم؟ فوق ولا تحت؟ 56 57. انا بيني وبينك 4 كيلو وجن. انا 62 وزن. على طول اذا كل ابوه 62. سواد غريبه ان كان يعني انا ما اكل ومنتفخ، وش السبب؟ ها؟ تقول؟ احس اني ناقص ما بزايد. لا. احس اني ناقص وزن ما بناقص عقل. اي والله احس اني ناقص. قبلك الله يا ابو الحياة. الله يرفع قدرك. اخو المدح ذا ما جل اليوم. بين التشابه بس. خلني البرجر هذه يبغى له فم عبد الرحمن العزيزي. خلني بصحي الشباب وهو بجيك عشان ما يجيهم البث بعدين يقول ليش ما قومت انا يا ولد. ارحبوا هذا وين رجله من راسه هذا؟ يا عيال يا شباب يا الربع أحمد قوموا قوموا ماجد دنا دنا بسام دنا يا مسلم شوف هنا في سبيكر هنا في سبيكر يا ولد قوموا يا عيال يا عيال يا عيال اقسم بالله ان سبيكر لاقط هنا والله اسمع احمد تسمع والله سبيكر هنا اضغط 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 تغط طلبت هنا هادي هادي عايض اسمع تسمع السبيكر هنا والله السبيكر هنا والله طيب قم يلا اخ وش شو ما والله ماني قايم من هنا ما تقوم بس انت غط راسك يلا 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 يا عيال يلا يا رجال يلا يا رجال يلا يا رجال يلا مشعل 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 حنيف 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 جميل 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 يلا يا رجال يلا يلا يا رجال ما يذوق العز خمام الوسايد يا رجال اقسم بالله هنا والله والله البث هنا قم البث هنا يا ماجد الواحد يقوم بطنيته زين انا وهذا سريري ترى الواحد يتلحف بالبطنيه طبيعي انا خلاص روح 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 حتى روح هناك اعطني اسمك روح هناك يا عم منيب عم منيب بالله يلا 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 قل له حول عند نادر يلا يا رجال يلا يا رجال يا عم منيب سبكر يا شباب ابو مرعي ابو مرعي قسم بالله سبكر عندي تشوف والله البث هنا قم الله يرحم والديك قم ابو مرعي ابو مرعي حبيبي ابو مرعي انا نادر نادر ما ادري ماني ابو عبد الله قم بن محسن ما شاء الله اليوم صاير رسمي يعني صرف الموضوع سلام حول قوة الله بالله
صناع زين. ها مجنون ابو صالح يبيع التمر تني ولد ذايبه والكوب هذا. اي والله انه شو والله راح يجيبك التمره. واحد زي ابو صالح كلم كفو يا محزن الظفر يا حزام الالوف يا الواف يس ايفيل ترى العلم حولنا. خذ الكوب طيب ليكوب صوت. ما ادري بس كان عندي ازهل بضبطه بزين له. كان عندي شغله داخل وخلصتها. ايش حالك؟ هلا على اساس بث ما كان علينا يعني كلهم يعرفون الشغله. تعال كيف تقول ايش حالك تبع تخليني سلم. وش حالك ساك طيب؟ طيب اقول كان عندي شغله داخل خلصتها وجيت. اي خليك كذا يعني ما كان البث عندنا يعني كل العالم يعرفون ايش قاعد اسوي داخل. ها؟ هذه برنامج واقعي اطلعك على واقعيتك صح ولا لا؟ خلاص انت اي أيوة والله طلعني على واقعيتي برنامج الواقعي مطلعني على واقعيتي وانا قايم من 4:30 ذويبن مشجرة. الله الله يا عبد المحسن ذكرتني بالبيتين اللي على اللحن ذا اوله. الله يطوله. يا ابو ذويبن مشجرة تأوه من السوق الشريف تأوه من السوق الشريف. أسألك بالله ما تأيد أنها تخليك كم حبني لا تعذرا ولا عذرا علي باغي ولا عذرا علي باغي. انا من مؤيدين انها تخلي ان شاء الله. العصير عصير تبي عصير توامن السوق شاري تواه من السوق شاري قم حبني لا تعذرا العذر ماني يبغي العذر ماني يبغي. سوق شري كريم يا مرقس صارت توم السوق شري. تعال 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 كيف كريم يا مرقس صارت توم السوق شري؟ لا في بيت كريم يا مرقس صار ما احنا وزير الرعد فيه. ايه انت لا طمرته يا رجال عادي تحصل في عيد 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 حطينا وين نحط نخليه يصحانك. لا يا رجال حطه والله كل يوم احنا ندمر اصابعنا ونقعدين قلنا ذا اليوم نسوي كل حن كيوت. هذا يطلع معك هذا يطلع معك ان بغيت تصير كيوت. الله يطول لنا وفيه ما شاء الله تبارك الله. أبينا يا ابو ثوبنا مشجرة تأواه من السوق شاري من السوق شاري كريم يا بارق انسرى صب القهوة ولا ما عندكم قهوة؟ روح وراحت روحي روح وراحت روحه. ابو صالح جلسه ارضيه. ابو صالح والله انه شلون طيب من زمان الارضيه الهزية. تعال من زمان الجلسات الارضيه والله هذه الجلسات نجلس ورا الستاره.
قم حب لا تعذر. اصبر اصبر ولا ترى عادي هي الشغله ببساطتها بساطتها ولا مني جلستك ورا البث تقول لي لا. يا اخي خاف ناخذ. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. جيب اكوان معك يا فهد وتعال. فهد مكسور. ها قوم عاد. اوه اي أيوة والله اني ناس. اني ناس. والله مجر. اوه. جيب اكوان يا نادر ولا جيبها انا. الله يبيض وجهك. يقول يا ما حل الفنجال مع سيحة البال. يا ولد ما شاء الله تبارك الله. في قصيدة الله لا يسفها. ايش صار على موضوعها؟ اسمع. يقول يا ما حل الفنجال مع سيحة البال. في مجلس ما فيه نفس تزيله. هذا ولد عمنا وهذا ولد خاله وهذا رفيزه ما تمنى بديله. ها بس ها سلم انت. عندك ركان بالحذرين. عندنا قروب الدعم قروب الدعم يطلعون عندنا. سلام. بس بسمع الكل بسمع. قروب الدعم عندي قروب بنات الناس يجيبون طراط وبسكيت. قروب الدعم يجيبون تمر. عشان بابا. قروب الدعم. السلام عليكم. سلام مرحب. تعال تعال. الله حي تحداك ايه تحداك تسوي كذا تحداك تقعمس خبيث مخبث عين تقعمس وش كذا تقعمس والله فنجان ابو ضحيان هذا الفنجان اللي يحط فيها العجم يا اخي احسن ما فيك يا عبد الرحمن انك تفكر زين يفكر يا عجيب طير خير ان شاء الله انا بشوف الموضوع عند مراجع طفشان من تفكيري بسم الله عليك يا ابو ضحية بسم الله عليك بسم الله عليك انت شنو هو انت تدور المشكله بالهيبه ولا شو وضعك ادري شباب وش كيف ماشي صاحب لوي يسوي ليله تدخل ورا صاحب لوي لا لا ابو يوسف لا جالس يخلص شغله لا طيب لا تقتل متعذب مزح يعني نضحك يعني انت 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 شوف كان زمان في قريش وأد البنات الحين انت وأد النكت وأد الذبات انا احسب انك توأدها من البث داخل وانه جالس هنا قاعد امزح انا ايش تراني طيب انا ما اعرف نعم بالعكس الله يعز كل يجي ينطلق هما هو ياخذ له اسبوع راقد ويوم غدا كان حاشي منطلق له من الشبكه كان كذا تقف تقف لا ارصعك بالفنجان ذا تقف والله والله لو ما تسكت. يا منير ارحب ارحب يا ابو عاشق منير تعال تعال الجميع تعال تعال ارحب يا ابو عاشق ارحب ارحب صح النوم يا ابو عاشق اليوم ما في صحة الدنيا صحة الحياة صحة كل شيء صحة دنيتي انا بكبري استريح يعني طيب صب الفنجان تعال منير تعال هنا تعال اجلس اجلس هلا منير طلع المنيري منير 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 يا منير منير بسكر الله يهينك شكر منير سيدي منير عمي منير وقلبي منير وحبيبي منير وروحي كلها منير سبكر رجع اليوم قبل قرب ايش كلام هذا نفر نوم جوا من نفر نوم جوا قوم كلام قوم يا منير نفر صدى 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 عشان بقى صاحي بس يمكن معطي احمد حنيف فراد يمكن معطي احمد حنيف سبيكر فراد لا وين معطيه سبيكر كلام نفرات تقوم كله طيب قول قوم انت بس سبيكر تكفى عشان حلال بصحيح منير ايش فيك صحيت عليك في نفر ما شغل المايك ماك طافي غاشي شغال والله والله شغال والله قسم بالله يمين موجود والله شغال يرحم امك والله يمكن اجل يمكن البث عندهم داخل يمكن الحجاره يمكن تقول ذاك اليوم والله شغال قسم غير الحال شو اسوي يو شغال شغال يطقطق على حسك عمي يا جميل قم يا جميل انا باكستاني تعال سرعه سرعه انا مخبط سياكل كثير فيك سياكل نفر جميل
جميل انا منير كلام يا جميل يا جميل كله نفر احمد هنيف كلام احمد هنيف عايد عايد احمد هنيف عايد محمد جابر محمد جابر نام كله ايش هذا كلام بسام بسام لا لا قل بسام قم 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 كله صديق كلام دنعة دنعة دنا يا دنا دنا ايش في شوف انت ليش ما في قم انا معلوم انت ماجد مش عارف ابو علي ابو علي برضه ابو علي بو ايوه قم سرعة صالح صالح ايش سوي هذا نوم انت نوم هو صالح يا جميل يا صالح قم في سياره برا موجود روح تبع كلام صالح قم عارف وجه جوه كلم ابو عبد الله عتيبي انت مين عبد الله انت 100 ليش ما في قم انت كلام بابا نادر مين بابا نادر 100 كله هذا سوي فطور برا تعال شاي جاهز كل شيء فيه بعدين خلاص شكرا باقي نفر واحد توك مزبطها مشال ليش ما في قوم انت يا مشال يا مشال قم يا مشال يا جميل صح زانة باقي هادي صح زانة هادي انا معلوم انت بالنوم كله ليش ما في انت قوم عادي يا هادي شكرا يا حبيبي شكرا اسمع اشرب قهوه منير هذا انت بلد فيه تمر ولا ما فيه هذا انت بلد فيه نخله تمر ولا ما فيه وين باكستان نخله سمسم فيه نخله تمر شجر ايوه كثير سمسم ما شاء الله كثير كراتشي هيدرابات سكر نخل سكر يحمون هاي ها سعودية كثير يحمون هاي يحمون تمر يقول يسكرونها ما هو سكر يسكرونها يعني يحمون سكر يعني حمية أنا سكر سكرونها ايش سيم هذا سكر قفل سكر ولا قصب سكر قصب معلوم شيل على التمر أبو صالح لا لا أبو صالح منير ايوه هذا سمسم يلقى في باكستان موجود هذا موجود باكستان سوي شجره موجود يزرع سوي الحب يا منير يا منير ايش تبي ها منير زين هنا بالله يشغل لنا شيله حقت اللي وجد يدخلون ضيوف وين قاعد وش مرحبا يا بدايه يا بدايه حقت اذا بيجي ضيوف شغله سريعه عشان في رجل يدخلي هنا جاهز مزبوط اصبر دقيقه فين الضيف هنا نبغى يلا خش واضح صورتها كنت بقول خمن وشي واللي يعرف لها نقاب هذا تعويض المساره ها لا والله والله ازي شعور الضيف دوره تحت ابو ساره وش تبي؟ تضبط لنا واحده ابشر بس سعد مساء الخير يا شباب كيف حالكم؟ هذه 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 ماكينه ايش اسمها؟ اديسون مكينتي اللي مريم فتار اللي جبتها لعل احد الموظفين يعني انكسرت ورماها هنا فاسف قال لي بيض الله وجيهم والاداره بيض الله وجيهم قالوا نجيب لك مكينتين مكينه داخل ومكينه هنا فبيض الله وجيهم ابشر والله بالقهاوي صدق صباح النعم خلاص يعني رحنا عشان نكسر هذه يعني ما اعرف افتح شيء بشكل مرتب ما اعرف افتح شيء بشارة قهوة سادتك يا ابو سعد بالسعد قهوة قهوة تعطيك ليلة الساعة 2 الظهر والله ومثلج سنلبث بكرة كلنا رقود هناك صابق اصبر قلبها مقلوبة كذا صح لا كذا صح والله خيرة ذي افضل من حقتك الاول شوف هي راحت بس عاد تسب يا ابو الحياة والله مرة صح صحت بك خير يا كاميرياليتي خلاص تسويه انت مشعل واحمد حنيف ومحمد مفرح
اصبر هذه بالوقت تعلم بها. ايه شو يقول؟ يا مش بهل السيف. ايه تجيب القهاوي كل ابوها حضرات. حضرات اليا شكا معجب من اللي يبورون جتك القهاوي كل ابوها جاي. سلامتكم. افضل قصيده مربعه في البرنامج. حتى ما ترتقي المربع يعني اقل. هذه مسطحه. هذه بغيت توكر تجلدها. لا لا شوف في قصايد. والله في قصايد سحانه يا اخي جديده ما نبي نسوي فيها شيء عشان ما توسخ من كثر ما هي جديده. هي زي البراد. يقول لك يا طعم رسام عندهم ما تجي زي زينه. يا ليتني كاسر الاول. زي البراد اول شيء اول طبخه ما تجي كويسه ولا عادي. تكفى تكفى تكفى. قبل شوي انا تروش والشامبو كذا طفى المعالي. طفى الماء. اي والله خلص الماء خلص الماء عشان طفى الكهرباء. اطلع فصل بلطه. ازبده خلص الكائن. يلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله بعد ساعتها كويس. هذا وش ذي؟ شكلها ساعتها يا طويل الرسامه. هاي تاخذ البن كذا ما عاد فيه صب عشوائي. لو ندار والله اكسر ذيك من زمان. طيب اسمع تبغى ها؟ اي الحين لا اللي تطول ذيك ما بذي. خمس دقائق هذه خمس دقائق ان شاء الله. هذه كان عندها بطء استيعاب. والله ما قصرت ترى مطول مبطي عندي ذيك اللي جبتها بس كانت تنقذنا عرفت كيف نفس ذيك ما في شيء جديد تصبر استنى هذا ترى الحليله كل ما يجب يا لا الحليله ابى اضرب ذي خشمك بلا عطى قصه اقول لك في احد الايام كان عبد الله الاندلسي اطلع فاصل الحين يقول تعال تعرف ابو يوسف ابو صالح على ما ودي يقول لك يا طيب رسامة يعني. إذا كنت تريد تبدأ ماكينة صنع قهوة في العمل فورا على سبيل المثال الساعة الثامنة مساء الآن فأنت تعمل أن يبدأ صانع القهوة في العمل تلقائيا في الساعة هنا خسر عشر فاتبع أول خطوات من واحد إلى خمسة استخدم صانع قهوة خاص بك ومثل ما يمكنك وظيفة البدء التلقائي نحو التالي أول الخطوة من ستة إلى سبعة بسم الله الله ان شاء الله ما فيها يا يا ضايق الصدر تاخير تاخير الوظيفه اشتغلت رحت عطس جيت يقول لك افتح الغطاء العلوي في مياه الشرب فلا يجب ألا يتجاوز من سبع المياه الحد الأقصى كما هو موضح في مقياس مستوى الماء. اثنين ضع القمع في دعامة القمع وتأكد من تجميعه بشكل صحيح وإلا لا يمكن إغلاق الغطاء العلوي ضع الفلتر أو لازم محر أو مرشحاً ورقياً في القمع وين القمع؟ أنا القمع موجود هذا هو لا هذا ما قمع هذا القمع طيب. القهوة موجودة ابو سارة والله ما بالفلتر لا مو الفلتر فلتر شكرا يا سيف جاليري هذا الفلتر ايوه هذا طال عمرك حتى في الماكينة القديمة تصب شوية ربع هنا علشان تنظف تسوي كلين اضف مسحوق القهوة الى الفلتر في العادة يحتاج فنجان القهوة الى ملعقة مستوية من مسحوق القهوة يعني زي كذا هذا فنجانين الحين هذه القهوه السوداء بس صح؟ نعم اي ما تسوي قهوه سوداء شفت بدل ما تسوي مقطره بيدك يدوي هذه تسوي لك الكتر تضغطها وتجلس طيب يقول ادخل الدورق الزجاجه الدورق مر عليك الدورق هذا إيه؟ الدورق الدورق هذا الدورق 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 صار منطقنا فصيح مالك ذنب وقلوبنا ما كل من جاها غلط غلط حنا نحب الصدق ونقول الصحيح والمشكلة في الناس تفهمنا غلط غلط انت عايز ايه دلوقتي طب عطني الله يرحم والديك مو صح هذه معك عزفتها لي على شان معك عزفتها رجلي على حالها وانا على حالي الكسر ما هو بثير رجلي على منتسبة بالغرام لولو تالي اللي على شان مكازي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي
افتح ابوك كسره ما هو برجلي عليك اللي وانت السبب الغرب الاول وتالي خليت الغرب اللي جتني من عدولي يما تقضيت ولا بتقضى لي لكن من واحد ذكر غنات اللي يا ولد بن كذا مليان هلا 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 جد وره موجود اكيد اكيد موجود عرفت عريجة عريجة والدم مساير يا عريجة ايش اللي كذا عرفت الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك تحت ذولي هذا جاي ايوه من بعد يا والله قيدوني قيد الجمال والله لو يقيدونك بسلسلة ما ها ابو ساره الله يسوي قهوة الزعتر قهوة قهوة الزعتر معروفة بالله عليك يا ابو ضاحي تدري عاد على المعلومة عن الزعتر انا اصعب كلمات اصعب يا طمر سامي يقول لك الزعتر يزيد نسبة الذكاء بالله اي والله صدق انا اشوف المتسابقين بدوا يسوون حركات والله ما ياكلونه ماشي ياكلون اثنين ثلاثة صدق والله والله ترى يزيد نسبة الذكاء والله انها معلومة جديدة عاد انا كانوا يقولون لي الزبيب يزيد نسبة الذكاء الزبيب بعد كذلك هذا طمر السامة شيبان شيبان من ربعنا راحوا للاردن عرفت؟ يعني ترى كان اكلهم زمان محدود يعني محدود رز لحم خبز يعني كم اكله كذا معروفه هذا اللي يعرفونها من يوم طلعوا الدنيا هذه المهم وصلوا الاردن يوم وصلوا هناك ويجون لهم عند واحد تضيفوا عنده الرجال وش قدم لهم؟ قدم لهم زيت وزعتر وخبز اول مره يشوفونها اول مره اشوف الزعتر اول مره زيت زيتون كيف الوضع كل الاشياء موجوده ايوه فوش سووا تعدل كوليت صغير من عنده ينادون تعال والله غير تاكل معنا قال والله غير يجلسون معه حلو هم يطلعون يبغون يعرفون كيف ياكل الزعتر والزيت وياخذ خبزه يغمسها بالزيت ثاني يغمسها بالزعتر وياكل عرف الطريقة عرف الخلطة عرف الخلطة أول ما أدري إني ألهمون كذا يأكلون بداية شفونا طيب يقول لك يا طمر السلام بعدين انتهى من ضبط الساعة هذه بسم الله يا ولد كم بما أنك تقول لازم والله نكثر زعتر كثر زعتر الله عشان في واحد يبغى له زعتر عزيزي يبغى له زعتر واجد عزيزي تبى زعتر رجل لاحقه العطار لا يفسد ما أفسد وده مرحبا ألف إيش الحال إيش قام يا محمد إيه ها ليش مقلل الماء معفوس المعفوس مزاجك هالأيام ها طيب ما سوينا خبز والله نيوان لو والله الغلا والله اللي يبطي ليت الغلا يا ولد جاتني من عدو اللي يا ذا العالم هذه ماشي ما تصحى اي والله يا ولد صحى ولا جيهم دول عندك هنا تعال يا ليش سؤال ليش تنادوني صالح البلوي يا صالح البلوي صاحب لوي ليش؟ لا ما اقدر ان تكون صالح شوف هذا معجبك احطاني لا في اشكاليه انت اذا قالوا صالح انت دقيقه احسب انهم يقولون ابو صالح غسل صالح بالحر لازم يقولون صالح بلوي عشان دقيقه يعني مشي الليل الله يطول عمرك تعال هنا هذا تعال خلك شوف ابو صالح ارحب بما انك دكتور صبي لا يا ولد عيوني فيها حسين هو سخن لك ايش تحط عندي علاج ليش تحطه هنا؟ عشان تنغسل بالحر وين؟ يا ابن الحلال المرطب خل احنا بغسل على واحد يا رجال وز 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 القهوه انت شوف حط الحد ده طيب. لا 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 بزود ماء قهوه كيف كل ما عاد انت كم حطيت لتر كم انا بحط 10 كوب عزيز وانت انا عيوني كلها لا 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 حط يا رجال خلنا نزود يا رجال لا انت تعرف الوزنيه كثرها ولا قلها يا رجل ما هو موضوع كثرك لازم تعرف الوزنيه زين زياده الخير خيرين يا معجب عن الشكة احنا كل الاشياء امثله هذا اللي خرب ملح الطعام هذا عن الشكة عن الشكة هذا اللي دائما خرب عرف هذي عن الشكة والله انها انا كل ما حطيت هذا يا ولد على الشكة بالعكس اصبر
فلتر ما في فلتر على الشكل اللي عادي تسوي في ذا وتجدد من جديد. طيب يقول لك اضف دقيقه عارفها عارفها ما احتاج خل كتيبك هذا الفلتر خلوه لمح هي هلو اني ملطم كعسيري يا رجال عمره حد ركب مقتنيات ايكيا ايوه يا اعوذ بالله العذاب يا رجل يا رجل يا انا ما ركبها انا قد جبت واحدة اشتريها وخليهم يركبون اقسم بيات الله يا رجال اني اجلس عليها ساعات عاد انا عندي مشكله ترى بالاشياء اللي تركيب فرك تركيب كذا عندي مشكله عندي غباء بالحركه طيب ليش ما اخذت والله يا اخوك لا زعتر نفع دقيت من الزعتر قهوه سوداء ها كان شربت قهوه سوداء والله يا رجل اقولك ما خرجت شيء لا عندي مشكله مره اشتريت دولاب من متجر الكتروني من الخارج نفس المشكله كان تركيب والله انه غالي يعني ظاهر حدود 900 ريال ويوم جاء البيت امسك يا ابو يوسف حاول فيه حاول فيه اجيب عامل حق دواليب ما في احس في قطع ناقص والله مو موجود اليوم صعب صعب بعرضه للبيع بسم الله اول قهوه يا شباب اوه هذا شيء لازم نعرف شيء اذا رجعت اوف اون طب ما في زر في زر في زر في زر من مكان ما في زر دام يجمع الجمع في زر من مكان ما يا خلصت قهوتكم ولا لا يا رجال مطولها ابو عاشا اصبر يا ابو عاشا لا لا دقيقه انا عرفت ما يمديها فنجال ما اشتغلت بسم الله قلبها في فيش خربانه لا لا يا علي خربانه لا الله لا يوفقك انا اعلم خلاص في زر في فيش اذكر هنا يا اخي لتميسي لتميسي اخ انجليزي لا طبعا خلنا انت شبكه الان شبكنها خلنا نشد لك الكروت يقول لك يا طويل العمر والسلامه افتح طالع علوي لا ما اشتغلت اذكر فيزا اي قم باداره المقبض اشتغلي ليش على قم النوم هو المفروض انك دوي على انت اوف تضغط ضغط المفتاح مره واحده التاكد اها اصلا طلعت صوت حط لي حذر لا حطه كل شيء موجود بس يقول لك في شيء في شيء ما تغير حط البراد صدق هذا البراد يا ولد عشان هي زعلانه الان لازم تحط هذا يبي له وقت يصب يقطع هذا بسيط يا اخي زي الناقه يوم تحط ولدها تحتها بعدين تحل الدر بلا روح بلطو تشبه الناقه رخ رخ ردي كذا ايوه ردي كذا وطق لا لا واحده واحده ما لقيت تعليمات عندك؟ الا شو يقول؟ تعليمات يقول يا طمر سامة ادر المقبض كلها ادر المقبض يا ودي كل يكون شكل الكهرباء طافي يا عيال هذا شغل جرب الهيتر يا اخي تكلم عربي لا تبارك الله هذا اللي سافر برا يجيك معد والله يشتغل يا وي لحالي كل ما قال في شيء احنا نسويه أدر المقبض أدر المقبض أدر المقبض نهاره كله هو أدر المقبض أدر المقبض يكون من حدر يا في حدر في زر حدر روح هوك لا شغلنا ذا حدر هم مخشين عنا عشان ما نشغل عادي بس طلعونا خلف البش أزرارك تحت يا ولد خلصت الأماكن اللي هنا عشان ما حد يشغلها ليش شاريها طيب أنت ما عندكم تفكير أصلا هاك زعتر سفه سفوف ولد شوف لو الدرجة والله ان قالها الله شغله الله ان قالها الله الله ان قالها الله يوتيوب دي تبدا يلا يمكن فقط كنا شبعانا يعني يمكن في الواحد عنده وكذا بسم الله بسم الله بسم الله واحد اقل عليها يا شباب شو صار يا بريده بردي هذيك مرة شريت بوك وانا ورع معي ايه وجبت جديد جبته قلت هذا ما يتسكر ياخذه ما ادري يصمغه ما ادري ايش هو ما يبي يبدله لي ورجع لي دي قلت ايش سويت لك قرت عليه والله تبدا اول شيء من الاسترنت تمام طيب يا اصبر خل انت عندك طريقه؟ لا عندي طريقه ايوه اضغط المسحوق ادخل الدو قمت الله يسحق وجهك استغفر الله العظيم بالضبط الساعة اللي أدر المقبض إلى إعداد الساعة روح لها الساعة لا 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 الساعة خل روح للساعة طب ما في شيء ما في شيء اضغط على المفتاح مرة واحدة
نفداك اشتغلت بصفق يا اخي يمكن زيادة هو اذن يا عزي عزي تصير تصير جاء هات يمكن الفيش في بعض خلينا نحط انا هو المفروض خل خل عينك على اللمبه المفروض انك اول ما تشبكها انت تطلع هذه خل عينك على اللمبه شوف اون اوف يعني معناته نفس الزر هذا ويقول انه اوف اوف اخر شيء شباب لا لا تكثر واحده بس دي مو تشتغل لمبه تشتغل شيء يا خاين إلك يوم لا والله ما بشغله اذا في مشكله والله في مشكله عموني بعطني سبكر وانا راح المسجد عشان صح عليها يوي يا عيال قوموا صلاة يا عيال بسم الله صلاة خير من النوم قوموا يا رجال